السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب الأخ وزير الدفاع والأخ نائب رئيس هيئة الأركان العامة والأخوة مدراء الدوائر والأخوة المساعدين مدراء الإنتاجيات ورؤساء الشعب الحاضرين جميعا. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اليوم العظيم. ونقول لا ندري ما نقدم للشهداء مقابل مقامهم الرفيع وعطائهم العظيم. أي عطاء منا وأي تقديم منا وأي مكافأة منا لا تساوي شيء مقابل ما قدموه وعطوه وبذلوه. فنقول منا لا نستطيع إلا نقدم نقف أمامكم إجلالا وعظاما لمقامكم الرفيع الأعلى، ونقف سويا لتقديم الهدية التي نستطيع أن نقدمها. وما تقديم ولا عظمة ولا أجر مقابل ما قدموا إلا من الله. ومنا نقول نقف أولا لإعطاء الهدية التي نستطيع أن نقدمها وهي الفاتحة وما تيسر إلى أرواحهم إجلالا لهم وتعظيما لهم واحتراما لمقامهم الذي ارتقوا به. وإلى الفاتحة أولا نتكلم فيما بعد. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد. الشهادة و استذكارنا للشهداء وإقامتنا سنويا لأسبوع الشهيد، أولا لاستذكار الشهداء وتعظيمهم وتقديرهم لأنهم هم الهامات الشامخة وأهل البذل والعطاء والإيثار المنقطع النظير، وهم من قدموا لنا الحياة الكريمة والعزيزة وحققوا لنا بدمائهم الزكية ما ننعم به اليوم. ونستلهم منهم أيضا الصمود والصبر والثناء والقوة والشجاعة في استذكارنا وإحيائنا لأسبوع الشهيد. نستفيد ونستمد منهم القوة والصمود والاستمرار في الاتجاه فيما اتجهوا فيه على منهج الله سبحانه وتعالى وتحت قيادة علم أهل البيت، تحت قيادة السيد القائد حفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونقف دائما لنحيي ذكراهم لنستلهم منهم أيضا ما الدروس والعبر فيما تحقق وما يتحقق، ونفاخر بهم أيضا لنتذكرهم دائما ويزيدنا فخرا، ونتباهى بهم ايضا في على الساحه الدوليه والساحه المحليه فيما قدموا لنا من خير واستقلال واستقرار. الشهاده يا اخوان الاعزاء، الشهاده ثمنها عظيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشهادة بعظمتها وبعظمها وبثمرتها وبما تقدم، ما ثمنها في قضية أن الثمن هو مادي أو ثمن هو استقطاع من أرض فيما قد ضحى وقدموا. الثمن لعظمتها ولما ارتقى بها صاحبها في مقامات عالية بنفسيتها العالية وبما بنواياه الحسنة والطيبة والصادقة الذي قال الله عنهم رجال صدقوا. حديث عن الشهادة والشهداء وحديث عنهم لا يتسع المقام ولا يتسع الحديث ولا يتسع الدنيا بكلها، لأنهم شيء عظيم. يعني لا يستطيع الإنسان يتكلم ولا يعبر ولا يشرح ولا يفصل. مقامها شيء كبير، مقامها خلود أبدي، مقامها حياة، مقامها أعلى وأرقى مراتب عند الله سبحانه وتعالى
برفقة الله، بمعية الله، بعناية الله، بمباشرة من الله سبحانه وتعالى، بحياة، بانتقال لحياة. بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء ولكن لا تشعرون، عند مليك مقتدر، رجال صدقوا ما عهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه كلها جعلت نفوس أبية صادقة وفية تحمل الإباء والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم صدقة فداء لأمة تعيش من ورائهم، لأمة تحيا كريمة وعزيزة. وهناك نوع من الشهادة ومن الشهداء من قد قدم أيضا روحه أشبى ما يكون الذي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في شرح الأعظم، من أعظم الصدقة صدقة السر، وهي أن تعطي يمينك ما لا تعرف به شمالك. هناك من الشهداء من يقدم روحه فداء لنا جميعا، فداء لدينه، فداء لدين الله، فداء لعزة البشر، فداء للأرض وحمايتها من الكافرين والمشركين والمتسلطين والطامعين، دون أن يعطى ولا حتى ذكر اسمه. معنا في أمامكم ما يقارب 21 شهيد من الذي قدموا أرواحهم، وهم يعلموا علم اليقين وفاهم وعارف ومطلع ودقي، يعني مؤمن بأن لا يمكن ذكر اسمه، ولا حتى على مستوى الاستمرار العداء والمواجهة بين الحق والباطل، ليبقى مغمور الذكر ويكتفي بما هو من يحمل من نوايا في خلجات صدره بينه وبين مالكه، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا يذكر اسمه ولا يفاخر بها ولا يفاخر بما قدم، ولا حتى أسرة تذكر، ولا تنعم بما ينعم به أسرة الشهداء. يبقى هذه غاية وقمة في قضية العطاء والبذل، وهذا هو الشيء الذي يطمئن الإنسان إليه، بأن وصل شعبنا إلى مرحلة أن يفاخر به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وله حق أن يفاخر، يباهي بأمته، بشعب اليمن، بأنصار الله، بأنصار الدين، بالأوس والخزرج، يباهي بهم. فإني مباهٍ بكم، الأمم له الحق أن يباهي، ولنا الحق أن نتباهى في الدنيا، وأن نتباهى ونفخر ونتفاخر بمن قدموا أرواحهم، وبالمستوى الذي وصل إليه شعبنا وأمتنا اليمنية والأمة الإسلامية، شعب اليمني في مستوى راقي، في مستوى متقدم. لنا الحق أن نتفاخر ونتباهى، ليس من غرور ولا شرا ولا بطرا، لكن نتفاخر ونتباهى بأننا وصلنا في مراحل من الإيمان، من الثقة بالله سبحانه وتعالى، وتحت قيادة إلهية ربانية تحمل الثقة والتوكل والطمأنينة والحب والرحمة لشعبنا ولأمتنا ولمجتمعنا البشري، وحريصة قيادة إلهية ربانية ألتقت بنا إلى أن نصبح شعب رباني، شعب رباني يقدم التضحيات تقديمه ثمن ما يقدمه، يقدم الأنفس قبل المال. وأصبحت لنا عادة، العدو في تسلط علينا، احنا نقول للعدو نحن من استفدنا من عدوانك، جعل منا أمة صلبة تواجه الصعاب والشدائد، وتقدم بدل أن تقدم الدعم المادي أو الجهود الميدانية في قضية الدفاع عن نفسها أو المدارة أو المفاوضة أو التسلق أو الترجي، لا، بتقدم، أصبحت صلبة، تقدم أرواحها، تقدم الأنفس، وأصبحت عادة، أصبحت لديها عادة، وأصبح لنا جيل نحن المستفيدين، واستفدنا من عدوانك علينا بأن أصبح لدينا جيل تربى في ظروف صعبة، يستطيع أن ينشأ في متجلد صبور، يحمل المبادئ والقيم والشدة في مواجهة العدو، والرحمة والإيثار والعزة والكرامة، ويحمل في ذاته التواضع وخفض الجناح
لداخله لذاته لبعضه الآخر، ويحمل العزة والأنفة والشموخ والكبرياء في مواجهة الخصوم. العدو والعدوان جعل منا أمة بهذا المستوى، أمة تعشق الشهادة، أمة تتنافس وتتقفز للحصول على الشهادة والدفاع عن الوطن، وأصبح فخر لدينا. لا لا لا, لا نقيم التعازي ولا نقيم الأحزان، نفاخر بمن يرتقي، ولا نقول يسقط، بمن يرتقي شهيدا، بمن يصعد، لأن ارتقى إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه خدمنا بها أو وصلنا إلى مستواها. خدمنا العدو بأن جعلنا نقف وقفة جادة وصادقة، وكلما كان أو كلما اتجه لزيادة العداء والتسلط، كلما زاد العنفوان لدينا، وكلما زاد لدينا التماسك والاتحاد والقوة والبناء الذاتي وصلاح الأنفس والارتباط بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه. ومن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وارتبط بالله وتوكل على الله كان في غاية القوة وفي أعلى مراتب العزة والكرامة. فنحن في زمننا هذا تكلمنا وفي زمن الصامتين، وتقدمنا في زمن المتراجعين، وضحينا في زمن البخلاء، ونطقنا بالصدق في زمن الكاذبين. العالم كله محشور للكذب والنفاق والتسلط والأطماع، وإحنا رزقنا في زمننا بقيادة تكلمت في الوقت المناسب وفي زمن الصمت، وبرزت لعزتنا وكرامتنا وإرشادنا وتوعيتنا، وأصبحنا تحت هذه القيادة ننعم بالخير والأمن والأمان والاستقرار والعزة والكرامة والقوة والصلابة. فهذا هو ما كسبناه في زمننا هذا. وكان للعدو وتوجهه وغطرسته وعدوانه وشره وتكالب الأمم علينا أيضا الدافع والوقود لأن نتحد أكثر، وأن نستقوي أكثر، وأن نرتبط بالله أكثر، وأن نجد أكثر، وأن نتوكل على الله، وأن نرتبط بالقيادة. وصلنا بكل ما تعني الكلمة إلى أن نقدم الأرواح ثمنا لبلدنا ولأمتنا ولمعتقداتنا، وحفاظا على ديننا ومنهجنا القرآني الرباني. فهذا هو أغلى ما يقدمه البشرية، ولم يصل إلى ما وصلنا إليه أحد. فهذه من أعظم النعم علينا، ولهذا نقيم المناسبات السنوية لإحياء ذكرى الشهيد والشهداء والشهادة، لنستلهم منهم الدروس والعبرة والقوة والصلابة والإيثار ومبادئ القيم وما قدموا في مهجهم وأرواحهم لتمثيل القيم والمبادئ والمنهج والحفاظ على المنهج الإلهي الرباني. نحييها لنحيا بها في أنفسنا، ونعمدها ونمضي على ما مضى السابقون من إخواننا المجاهدين الذين نذكرهم دوما بكل خير وفي كل لحظة وكل حين وكل أوان، ونلمس ونشاهد ونعيش آثارهم في كل لمسة من لمسات حياتنا وفي أوقاتنا في ليلنا وفي نهارنا، ونترحم عليهم ونشكرهم ونقدم الشكر الجزيل لهم. وإن كان الثناء والخير والأجر لهم من الله أكبر، إلا أن نذكرهم بما قدموه لنا وما وصلنا إليه من عزة ومن كرامة ومن أمنة ومن استقرار. والحياة هي الحياة الكريمة والعزة والحرية، وليس الأكل والشرب. يعني الأكل والشرب هو شيء ثانوي، الحياة هي أن تكون حرا كريما عزيزا، وهذا ما حققته دماءهم الكريمة لنا. إحياءنا لذكراهم لنحيا، فهم الأحياء وهم الخالدون،
وهم العالون وهم الهمم والقمم الشامخة والرؤوس العلية، ومنهم نستمد الخير ونستمد القوة والرحمة لهم.